كارثة جديدة عم تنتظر القطاع الصحي بلبنان بعد ما تحول المواطنين خصوصا أصحاب المهن الحرة لسلع عم تسعى المؤسسات الخارجية لاستقطابها مستغلة الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل بالبلد. بهيدا الإطار عم تنظم مؤسسة فرنسية بشهر آب المقبل لقاء مع 600 ممرض وممرضة تمهيدا لنقلهم لفرنسا بظاهرة يمكن وصفها بالهجرة الجماعية. هن جايين 4 أيام قاعدين بفندق برجنسي بالاس، بدو يقابلوا عاطين معيد للممرضات والممرضين، اخدين معيد قبل وجايبين له عقود عمل منه مؤتمر. بحين بتلفت نائبة الممرضين والممرضات لأنه يلي عم يصير كارثة كبيرة، خصوصا أنه من العام 2019 غادر لبنان ما يقارب 1600 ممرض وممرضة. أكد نائب أصحاب المستشفيات الخاصة بلبنان سليمان هارون أنه ما رح يسمحوا بحصول هيدا الأمر. في اوريدي بدون ما يعملوا هيك في عندنا هجره، كيف بقى حتى يجوا هون ويسحبوهم بهالشكل هذا؟ لا ممنوع، شالي رزالي يعني، ضرب زعرني هذا. من جانبه كشف نقيب الاطباء بلبنان شرف ابو شرف انه في كتير عروض من دول غربيه وشرقيه لاستقطاب المهن الحره بلبنان لا سيما بالقطاعين الطبي والتمريضي. اني مش منسقين مع حدا، اجتمعوا فيي انا رفضت انه اتعاون معهم لانه انا ضد انه نهجر، خلينا نقول هالقطاع الطبي التمريضي لبرا، ولكن هن عم بيروحوا بالمباشر عليهم، واللي عنده ازمه معيشيه ما بتلومه اذا بيلبي الطلب وبيفلي. هذا الواقع بيدفع للسؤال عما يمكن القيام فيه لتفادي هيدي الكارثه يلي رح يدفع ثمنها كل مواطن لبناني، بالاضافه لكيفيه غياب المسؤولين عن هذا الواقع الخطير. هلا انا بعدني جاي جديد واكيد عم كفي الشغل اللي انعمل من قبل النقب السابقين، وعندي نقطه من برنامج عملي، هي اول نقطه هي تحسين شروط وبيئه العمل، وانا بعتقد هذا الشغل اللي هلا بلشت فيه هي تحديث سلسله الرتب والرواتب بما يتماشى مع غلاء المعيشه وضغط العمل، وعم بشتغل على كل نقطه اذا بدك ببيئه العمل، لانه انا برايي انه هيدي اهم شيء بتساعدنا لحتى نستبقي الممرضات ولما يفلوا. يعني مفروض انه يكون في خطه دعم للقطاع الطبي لحتى نقدر نحافظ على الاطباء والمرضى، مش بس بالحكي يعني بالفعل. هذا خط احمر، وهذا الوحيد اللي قادر يساهم بالمحافظه على صحه المواطن. اذا هيدا نهار تداعياته سلبيه جدا على الجميع، ما حدا بيقدر يتحملها. من هون كنا عم نطالب وبعدنا منطالب من الجهات المعنية خاصة بالضمان وبوزارة الصحة ياخدوا هالأمور بعين الاعتبار ويدعموا الطاقم الطبي والتمريضي بسرعة حتى نقدر نحافظ عليهم